الله يسلمك. عندنا شيخ مصطفى لو سمحت الله يكرمك لدعاء مشهورين بيذكروا هذه الاحاديث على المنابر او هم 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 معذورون هم معذورون لانهم يقلدون من يثقون فيه، فهم يقلدون من يثقون فيه ويعتقدون مثلا. نعم ماشي يا شيخ جزاكم الله خير. يعتقدون أن القول الفصل قول العالم الذي يقلدونه، ونحن نقول يا جماعة لا، لنا علماء آخرون أفاضل من الأولين، عندنا البخاري، عندنا الإمام مسلم، عندنا أبو حاتم الرازي، عندنا الإمام النسائي، عندنا أئمة كثيرون جدا. فإذا أخذنا في تحقيق حديث لا ننظر من منظور صححه الشيخ فلان إذا نصححه، لا، هم يعني جزاهم الله خيرا ما طرقوا باب علم الحديث، ما طرقوا باب علم الحديث واجتزأوا بعالم واحد، فأصبح هناك يعني التقليد على كل ما يقوله العالم. فلذلك تجد مسار الدعوة الإسلامية، مسار الدعوة فيه بعض الأمور التي تحتاج إلى تقويم، لأن البناء كان على رأي عالم واحد والعالم معرض للإصابة والخطأ. نعم انا بس اللي بيزعلني شيخنا ان هم علماء محسوبون على التيار السلفي حضرتك. اي معلومه، ما بقول لك ما يحزنون، لكن علماء الحديث حضرتك انت اشهرهم ربنا يبارك فيك. لا لا انا شوف شوف انا لا نطالب احدا ابدا بتقليدنا ابدا، انما نقول يا اخوه في افاضل علماء من اهل الفضل ومن اهل العلم بالحديث والمتخصصين، مش معاصرين حتى لا تذهب نفوسهم يمين وشمال. في علماء كثيرون، الامام الشافعي، الامام احمد بن حنبل، الامام مالك، علماء حديث فضلا عن كونهم فقهاء، عندنا البخاري، عندنا ابو حاتم الرازي، ائمه كثيرون. فمثلا قد تجد مثلا عالما يقول اللهم صل على محمد اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حديث صححه فاضل من الفضلاء المعاصرين، لكن بعد الرجوع إليه تجد الضعف، وتجد الإمام الشافعي والإمام أحمد ضعفان بشدة. نعم. للسند، سند فيه ناس ضعفاء. فقصدي أنهم معذورون. معذورون فيه. لكن إذا وجدت. مع احترامي حضرتك كنت أقطع حضرتك بس اللي زعلني يعني تلاقي رجل مشهور وبينزل مثلا بوست على الفيديو يقول لك الأعمال الثمانية التي تستغفر لك الملائكة وتدعو لك. وتلاقي الشيخ حفظه الله بني كله كلامه على احاديث ضعيفه فضلت الشيخ او حديث هذا وارد ودي مشكله ان واحد يتعبد بحديث ضعيف، وتجد خطيبا من الخطباء وجهه يحمر ويرتفع صوته وفي النهايه كتقييد يكذب على الرسول. نعم نعم السلام عليكم.